وينك انت؟ شو القصة؟ في عنا كتير شغلات نحكي فيها بصفتي مفوض، بس هلأ بدي شوفك واحكي معك بصفتي أخوة لأصلي. انت وينك؟ يلا بشوفك بعد شوي. أراها شاف الرسالة. لا أنا مسحتها. شو؟ يا ترى لما بتكوني عم تخربي حياة فرهاد هيك، من مين بتكوني عم تفكري تنتقمي؟ أنا ما فكرت إنه انتقم، الانتقام شغلتكم، أنا ما بعمل هيك شي ولا بفكر بهي الطريقة أبداً، فلا تحكيني هيك وكأني متقصدة أعمل هالشي. ليش لكان هيك؟ أنا كنت محسبة بهالفترة إنك صرتي تحبي لفرهاد بعد كل شي صار، على القليلة صرتي تهتمي فيه. كيف أنتي بتتصرفي هيك معه؟ القصة ما أنا متعلقة بإني بحب فرهاد أو لا، القصة فيكي أنتي، عم تفهمي علي؟ القصة فيكي أنتي. أنا خجلانة من هالسر من لما عرفته وخبيته عنه وما عم أعرف أتصرف معه. حاسة بالذنب وخجلانة، والغريب إنك مو خجلانة، فكيف أنتي أم؟ أي ضمير هذا اللي عندك؟ فهميني من أي نوع أنتي من البشر؟ ما عم بفهم. أنا خجلانة كل هالخجل، فكيف أنتي عشتي كل هالعمر وأنتي مخبية بهاي الطريقة؟ بس فهميني. أنا ضميري كتير تعبني، عم تفهمي علي؟ ضميرك عم يوجعك ما هيك؟ هلأ خلص، بما أنكن انفصلتوا خلي كل شي على حاله، انتي روحي بطريقك وخلي فرهاد بالمكان اللي بنتمي إله. كل حدا بمكانه. بس من شوي إجا فرهاد على البيت ورجع عشغله وكل شي ماشي تمام، ونحنا رح نضل بهالحياة اللي مو عاجبتك ولا حبيتيها، وانتي خليكي بطريقك، هيك بيكون أحسن لكل العيلة. حسب ما بعرف ابني فهو اللي قرر وتركك. وأنا بعرف ابني، بس ترك حدا خلص مستحيل يرجع له من جديد، بس قال خلص يعني خلص. فعلا هيك خلص. حسب ما بعرف ابني فهو اللي قرر وتركك، وأنا بعرف ابني، بس ترك حدا خلص يعني خلص. افتحي الباب. اجا خير؟ شو جابك لهون؟ افتحي يا أصلي. ماني فاضية، قلت لك شو جابك لهون؟ افتحي افتحي نحكي شوي، افتحي. ما في شي لنحكي فيه فرهاد. افتحي أحسن ما كسر هذا الباب، عم قلك يلا افتحي الباب يلا. بيعملها